بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة معالي الرئيس نعمان، مدارس الميقات الإسلامية. أعزائي طلبة الصف الثامن، وصلنا إلى وحدة المستشفيات عند العرب. هذه الوحدة للكاتب الأردني علي الكردي، وهو طبيب أردني عمل في مجال الخدمات الطبية الملكية في قسم الأعصاب والدماغ. كان أستاذا للعلوم العصبية في الجامعة الأردنية ووزيرا للصحة وعضوا في مجلس الأعيان. من مؤلفاته كتاب بعنوان دور العرب والمسلمين في العلوم العصبية، الذي أخذ منه هذا النص الذي بين أيدينا. طبعا يتحدث هذا النص عن أولويات وتقدم الحضارات لدى العرب قديما، حيث أن العرب قديما قد أولوا عناية خاصة في صحة الإنسان واعتنوا بها عناية كبيرة، وهو ما تجلى وكان واضحا وجليا في بناء المستشفيات، تنوع اختصاصاتها، الحرص على متابعة المرضى وإلى غيرها. أي أن المستشفيات أول ما أقيمت لدى العرب، وهم أول من اعتنوا عناية خاصة بصحة الإنسان. فيتحدث هذا النص عن دور العرب في إقامة المستشفيات وإقامة العيادات المتخصصة لكل نوع من أنواع الأمراض المختلفة. لنرى عما يتحدث هذا النص، ومن أسس أول من أسس وأقام المستشفيات عند العرب. بالفقرة الأولى، كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أول من أنشأ مستشفى عند العرب في القرن الأول الهجري، وجعل فيه الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق، ورعى المكفوفين والمجذومين، فجعل للمجذومين مكانا خاصا بهم، وأجرى عليهم وعلى المكفوفين الأرزاق، وجعل لكل مقعد خادما ولكل ضرير قائدا. إذن تحدثت هذه الفقرة أن أول من أقام المستشفيات وأنشأ المستشفيات أقيمت في العهد الأموي، في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، تمام، وهو أول من أسس هذه المستشفيات وجعل لكل نوع من الأمراض مكانة خاصة حتى يتم الاعتناء بهم، تمام، فأجرى على هؤلاء الأمراض وعلى أصحاب المرض الأرزاق. الأرزاق جمع رزق، وهي المقصود بها الرواتب، أي جعل لكل طبيب راتبا خاصا بهم، ورعى المكفوفين، المكفوفين جمع مكفوف وهو الإنسان الذي لا يرى، والمجذومين، المجذومين وهو المقصود بها جمع كلمة مجذوم وهو الجذام، مرض يصيب الجلد والأعصاب الطرفية التي قد تتساقط منه الأطراف، مرض اللهم عافينا كان منتشرا بكثرة في ذلك الوقت. فجعل لهؤلاء المجذومين مكانا خاصا لرعايتهم والاهتمام بهم، وأجرى عليهم وعلى المكفوفين الأرزاق، يعني أجرى لهؤلاء الذين لا يرون ولهؤلاء المجذومين جعل لهم رواتب خاصة بهم. تخيل، هذا الشيء كان موجود منذ أزل الأزلين، يعني منذ عصر قديم، وهو أول من أجرى هذا الكلام هم المسلمين في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. أي هذا الشيء الذي نراه حاليا منتشر في كثرة في بعض الدول الأوروبية، هو أول ما نشأ وأول ما أقيم أين؟ أقيم لدى المسلمين، تمام؟ وجعل لكل مقعد خادم، أي الإنسان الكبير بالسن الذي لا يستطيع التحرك وغير قادر على خدمة نفسه، جعل له خادم يقوم بخدمته ورعايته والاعتناء به، ولكل ضرير قائدا، أي يقوده ويتحرك به، ينقله من مكان إلى آخر. فسبحان الله، هذه الأمور أول ما أقيمت عند العرب، تمام؟ وهذا لنا الفخر بهذا الشيء، لنا العزة بهذا الشيء، أنه أول ما كان لدى العرب المسلمين، تمام؟ نقول بالنسبة للفقرة، طبعا هذه معاني الكلمات. الأرزاق هي الرواتب، جمع كلمة وهي من الفعل رزقة، المكفوف وهو الشخص الذي لا يرى، المجذوم وهو الشخص المصاب بالجذام، وقلنا أن الجذام مرض يصيب الجلد والأعصاب التي قد تتساقط بسببه الأطراف. المخطوطة المقصود بها النسخة المكتوبة باليد، وهذه كانت طبعا بالعصر القديم، أن لم تكن موجودة آلات الطباعة وآلات التصوير، فكانوا إذا أرادوا طباعة الشيء طبعوه بأيديهم، تمام، وبأيديهم وبأطرافهم، تمام، يعني أنه ما كانت، فكانت تكتب هذه الأشياء بأصابع اليد.
كان الخليفة كان فعل ماضي ناقص وهو فعل ناسخ له اسم وخبر، الخليفة اسمها، كان الخليفة، إذا الخليفة اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الأموي نعت مرفوع للخليفة. من هو الخليفة الأموي؟ الوليد بن عبد الملك. انظر لكلمة ابن، تمام، نقرأها ابن لكن تكتب بن، لماذا؟ لأن نحن نعلم أن قاعدة كلمة ابن تحذف ألفها إذا وقعت ما بين علمين، تمام، فالفعل كلمة ابن وقعت بين علمين، العلم الأول هو الوليد والعلم الثاني هو عبد الملك، لذلك حذفت كلمة ابن، فهمزة ابن وابنة تحذف إذا وقعت بين علمين بالكتابة، تمام. أول هي خبر كان منصوب علامة نصب الفتحة. من أنشأ؟ إيش هي من هنا؟ من اسم موصول بمعنى الذي، انتبه إلى كلمة من وليست من هنا، تمام، فمن أحيانا تأتي اسم موصول، تأتي اسم استفهام، يعني لها استخدامات متعددة باللغة العربية. فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي. أنشأ فعل ماضي مبني على الفتحة، فاعلها مستتر ومستشفى مفعول به. أنشأ، انظر إلى الهمزة متطرفة كتبت على ألف، لماذا؟ لأنها سبقت بفتحة، الهمزة المتطرفة حتى نكتبها بشكلها الصحيح ننظر إلى حركة ما قبلها، فكتبت على ألف لأنها سبقت بفتحة. طيب، جعل فيها الأطباء، جعل فعل متعد، تمام، فاعلها مستتر والأطباء مفعول به. أطباء جمع كلمة طبيب وهي جمع تكسير، تمام. الأرزاق قلنا مفردها رزق. رعى المكفوفين، رعى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف، فاعلها مستتر، والمكفوفين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الواو حرف عطف. المجذومين اسم معطوف أيضا منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أنتقل إلى الفقرة التي بعدها. عرفت المستشفيات في تاريخ العرب باسم البيمارستان، يعني قديما كانت تعرف المستشفيات باسم البيمارستان، طبعا وهي كلمة أعجمية تعني دار المرضى، وكانت تبنى في مواقع مختارة كالربوات وجوانب الأنهار، وقد جرى العرف الطبي على أن يفحص المرضى قبل دخولهم المستشفى في قاعة خارجية، القاعة الخارجية التي نسميها حاليا طبعا باسم الطوارئ، تمام، هذه التي كانوا يدخلون إليها المرضى ويفحصونهم فحصا كاملا قبل أن يتم إدخالهم إلى المستشفى. فمن خفت علته أي مرضه كتب له العلاج وصرف له من صيدلية المستشفى مجانا، وأما من لزمت حالته الدخول فكان يسجل اسمه، يسجل اسمه في سجل المرضى، ثم يدخل الحمام فيغتسل ويلبس ثيابا نظيفة، وكان الأطباء يتفقدون المرضى باكرا ويسجلون ملاحظاتهم على لوح خاص يثبت عند سرير المرضى. إذا انظر، كل هذه الأمور التي نراها حاليا قد عرفت وسجلت قديما من عهد العرب، من عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، إذا ليست أمور حديثة ولم يجري تحديثها على أيدي الأجانب، وإنما أول ما وجدت على أيدي العرب المسلمين. فعرفت المستشفيات في تاريخ العرب باسم البيمارستان، وهي مثل ما قلنا كلمة أعجمية أي غير عربية، تمام، تعني دار المرضى أي المكان الذي يهتم بعلاج المرضى. انظر هذه المربعات الموجودة هنا حتى تضع علامة الترقيم المناسبة فيها. سؤال آخر الفقرات، تمام، أطلب منكم فيه وضع علامة الترقيم المناسبة في هذه المربعات، تمام. وكانت تبنى، عرفت فعل ماضي مبني للمجهول، تمام، والفعل المبني للمجهول كما نعلم يأخذ نائب فاعل، فالمستشفيات نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهي ضمير منفصل للغائب، إعرابها ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، كلمة خبر المبتدأ، أعجمية نعت مرفوع. الربوات هي جمع ربوة وهي ما ارتفع من الأرض مثل الهضبة القليلة الارتفاع، تمام. هناك كانت تبنى المستشفيات في أماكن واضحة حتى يسهل الوصول إليها وتكون واضحة للجميع، وقد جرى العرف الطبي
يعني المعروف لدى الأطباء على أن يفحص المرضى. إذا ما هي التعليمات دخول المريض إلى المستشفى؟ فحصه بداية في قاعات الخارجية مثل ما قلت، عيادة الطوارئ، فمن كانت مرضه خفيفا وسهل العلاج كتب له العلاج وصرف مجانا من صيدلية المستشفى. أما من كانت حالته صعبة ولا يسهل علاجه أدخل إلى المستشفى، يعمل له سجل إدخال، تمام، قبل أن يدخل المستشفى، تمام، يدخل الحمام، يغتسل، يلبس ثيابا نظيفة، وكان الأطباء يتفقدون المرضى في الصباح الباكر كما يجري في الوقت الحالي، تخيل، أي لا تغيير من الوقت السابق من عهد الأمويين إلى العهد الحديث الذي نحن فيه، تمام. يفحص فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. يفحص، من الذي يفحص؟ المرضى، فالمرضى نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر، قبل ظرف مكان، عفوا قبل ظرف زمان منصوب، ليش؟ لأنها تتحدث عن الزمن دخول المستشفى، تمام، فهي ظرف تتحدث عن الزمان، فهي ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهي مضاف دخولي مضاف إليه، والهم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. كتب أيضا فعل مبني للمجهول فعل ماضي، والعلاج نائب فاعل. صرف فعل أيضا مبني للمجهول، لكن أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على العلاج. طيب، وأما من لزمت حالته الدخول فكان يسجل اسمه، يسجل أيضا مبني، إذا انتبهت كثرة الأفعال المبنية للمجهولة منها الماضي ومنها المضارع، لكن هنا فعل مضارع مبني للمجهول طبعا مرفوع علامة رفعه الضمة، واسم نائب فاعل مرفوع علامة رفعه أيضا الضمة، وهو مضاف الهاء في محل جر مضاف إليه. هكذا كان الأطباء اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، يتفقدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. باكرا، متى يتفقدون المرضى؟ باكرا، فباكرا ظرف زمان وعلامة منصوب على نصب تنوين الفتح. يسجلون أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ماذا يسجلون؟ ملاحظاتهم، إذا ملاحظاتي مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة، لماذا الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، نحن نعلم جمع المؤنث السالم لا يقبل دخول الفتحة وإنما ينصب ويجر بالكسرة. يثبت عند، أيضا عند ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، سريري مضاف إليه، أيضا المريضي مضاف إليه. ننتقل إلى الفقرة الثالثة. وقد تنوعت المستشفيات، تنوعت المستشفيات، فكان هنالك المستشفى الكبير الذي يتكون من جناحين، واحد للرجال وآخر للنساء، ويلحق بهما جناح للأمراض العقلية، كان يسمى دار الأبرياء. أما الأمراض المعدية كالجذام فقد خصصت لها قاعات خاصة تجنبا لخطر العدوى، واعتنوا بالمسنين عناية خاصة، فكان في المستشفيات طب المسنين، وهو قسم خاص بكبار السن، كتب على بابه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إذا هذا تتحدث عن أقسام المستشفيات، المستشفيات الكبيرة والصغيرة التي تتكون طبعا مثل أيضا لها أقسام خاصة بالرجال وأقسام خاصة بالنساء، حتى يكون هناك فصل ما بين الأقسام المختلفة، أيضا أقسام خاصة بالأمراض المعدية والأمراض العادية، أقسام خاصة بالأمراض العقلية الذي كان يسمى قديما في دار الأبرياء، الذين يعتنون بعقولهم وبالأمراض النفسية الخاصة بهم. بعض الإعرابات: تنوعت المستشفيات فاعل مرفوع، أيضا هنا هذه المربعات لوضع علامة الترقيم المناسبة، رجاء انتباه إليها.
كان هنالك المستشفى الكبير، كان هنالك المستشفى، المستشفى اسم كان مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة على الألف، الكبير نعت للمستشفى، كان المستشفى الكبير هنالك، هنالك هي خبر كان، تمام؟ طيب، كان يسمى دار الأبرياء، ماذا كان؟ كان يسمى دار الأبرياء. أما الأمراض المعدية كالجذام، إيش الكاف هنا؟ حرف جر يفيد التشبيه، والجذام اسم مجرور وعلامة جرها الكسرة. خصصت أيضا فعل ماضي مبني للمجهول، تاء التأنيث الساكنة، قاعات نائب فاعل مرفوع علامة رفعه تنوين الضم. قاعات خاصة، لماذا خصصت قاعات خاصة؟ تجنبا، هذا الكلمة المنصوبة التي تأتي لبيان السبب، ماذا نسميها؟ إذا نذكر من القواعد السابقة التي مرت معنا بالصف السادس، تمام، هي نسميها مفعول لأجله، وهو اسم منصوب يأتي لبيان السبب، فتجنبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. واعتنوا بالمسنين عناية، اعتنوا عناية، ماذا أعرب عناية أيضا يا ثامن؟ مصدر من نفس جنس الفعل الموجود بالجملة منصوب، إيش بسميه؟ بسميه مفعول مطلق، إذا هنا تجنبا مفعول لأجله، عناية مفعول مطلق أيضا منصوب، لأنها مصدر من اعتنوا، من الفعل اعتنى عناية، تمام؟ فهي مفعول مطلق منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. استذكر بعض هذه القواعد الإعرابية التي مرت معنا بمراحل سابقة. اخفض فعل أمر مبني على السكون، فاعل مستتر تقديره أنت، وجناح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقل رب ارحمهما، إيش هنا الأسلوب اللغوي الوارد؟ وقل رب ارحمهما، هذا أسلوب دعاء. احنا قلنا الأساليب اللغوية باللغة العربية تتنوع، ما بين نداء، ما بين استفهام، ما بين أمر، ما بين دعاء، ما بين أسلوب شرط، تمام؟ لكن أسلوب الوارد هنا الأسلوب اللغوي، إذا سألتك ما الأسلوب اللغوي الوارد في هذه الآية؟ اخفض أسلوب أمر، وقل ربي أسلوب دعاء، تمام؟ وقل رب ارحمهما، ارحم فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهما ضمير متصل في محل نصب مفعول به، تمام؟ هيك احنا بنكون انتهت حصتنا لليوم، تمام؟ انتهينا من بعض التحليلات نحوية إملائية وإلى غيرها، الرجاء الانتباه إليها جيدا، هذه استخراجات جميعها أنا تحدثت عنها، لكن أنت استذكر معلوماتك بنفسك، أعرب الكلمات حسب ورودها بالفقرات الماضية أيضا، تمام؟ وعلامة الترقيم المناسبة مثل ما طلبت منكم في المربعات اللي بالفقرات السابقة فوق. هيك احنا نكون انتهينا من حصة اليوم، ألقاكم بالحصة القادمة إن شاء الله تعالى لنكمل شرح وتحليل الدرس. أستودعكم الله وأراكم على خير.